عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن الاذاعات الموجهه، يعني لو بنتكلم عن البرنامج الاوروبي صوت العرب الشرق الاوسط وما يتم من تطوير واهميه هذا. عايز اقول لحضرتك انه لما نتحدث عن الاذاعه بصفه عامه او عن اي وسيله اعلام في العالم مسموعه او مرئيه او حتى مقروءه، يجب ان نؤكد ان للوسيله دوران مهمان، الدور الاول الان دور سياسي، والدور الاخر هو الدور يعني التنويري والتثقيفي. الدور السياسي في مصر هنا ان تقوم الاذاعه بنقل الصوره الصحيحه لما يحدث على ارض مصر من انجازات ومشروعات قوميه عملاقه. بتقوم الاذاعه فعلا بدورها وتنقل هذه الصوره الى قلب المواطن وليس الى اذن المواطن، حتى يستطيع المواطن ان يفهم ماذا يجري، ان يفهم ماذا يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من انجاز وتطوير في كل شبر من ارض مصر، فيساعد المواطن عندما تصل اليه الصوره الصحيحه، يساعد في الانتاج، يساعد في الانجاز، فيمكن ان ننجز في اشهر قليله ما هو مطلوب انجازه في سنوات. الدور الثاني زي ما اتكلمنا هو الدور الترفيهي او الدور التنويري والتثقيفي. اذا هناك الدور السياسي لو توقفنا امامه، نعرف اهميه الاذاعات الموجهه او الاذاعات الدوليه كما اطلقنا عليها منذ عده اشهر، التي تتحدث ب 23 لغه الى ارجاء المعموره. الحقيقه ان احنا قمنا بخطه تحت رعايه رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام السيد حسين زين بدات منذ سنوات، وهذه الخطه تمثلت في تجديد وتنشيط بروتوكولات التعاون مع الدول الافريقيه في البدايه على سبيل المثال، واعاده بث هذه الشبكه من خلال الاقمار ناين سات والعرب سات على محطات اف ام موجوده بهذه الدول دون ان تتكلف الهيئه او دون ان نتكلف مليمًا. بنقوم بتنشيط فقط البروتوكول، اعاده البث للدول الراغبه. والحقيقه ان كل الدول السفراء اللي انا قابلتهم حتى الان اكثر من 15 سفير كانوا راغبين بالفعل في هذا الموضوع، طبعا لانه الاذاعه في المرحله القادمه زي ما قلنا احد اهم وسائل الاعلام. المرحله القادمه هي للاذاعه، هي للسوشيال ميديا، هي للمواقع الالكترونيه. صحيح. ايضا هناك الشبكه الثقافيه. طبعا انا بتكلم بسرعه لانه احنا بنحتاج ساعات عشان نشرح دور الاذاعه واهميه كل شبكه من شبكات الاذاعه. الشبكه الثقافيه بتحتوي ثلاث محطات، منها البرنامج الثقافي وده برنامج مهم جدا جدا للنخبه، البرنامج الموسيقي وهو برنامج مهم ايضا، ثم البرنامج الاوروبي والذي ادخلنا فيه اللغه الاسبانيه منذ عام ونصف لان هناك اكثر من 22 دوله تتحدث الاسبانيه. يتحدث البرنامج الاوروبي بسبع لغات، ويمكن اقدر اقول لحضرتك انه ما فيش مواطن او سفير اجنبي في مصر لا يستمع الى البرنامج الاوروبي، بمجرد ان نحدثهم للحضور للمشاركه فورا ثاني يوم بتكون الاستجابه، وده بيشير او يدلل على اهميه برنامج مثل البرنامج الاوروبي. ايضا هناك شبكات، طبعا الشبكه الاهم على راس هذه الشبكات الاذاعيه الثماني شبكه القران الكريم، والتي تحظى باكثر من 40 مليون مستمع على مستوى الجمهوريه وخارج الجمهوريه من خلال الانترنت ووسائل اخرى، وسائل تواصل اخرى.